ينضم إلينا عبر سكايب براء عبد الرحمن من الغوطة الشرقية. أهلا بك براء. إذن النظام كان قد استنفر طاقته عندما تحدث الرئيس بشار رئيس النظام بشار الأسد عن استعادة المناطق التي فقدها في فترات سابقة. كيف ترى أنت ضغط القوات النظامية على مناطق المعارضة؟ نعم، مساء الخير. على العكس تماما، كان هناك ضغوط من قبل الثوار على مختلف أنحاء الجبهات في العاصمة دمشق وريفها. اليوم كنت برفقة الثوار في مناطق المر الشرق الغوطة الشرقية، وكان الثوار قد أحرزوا تقدم ملحوظ في قرية دير سلمان وبعض القرى المحيطة بشرق الغوطة الشرقية، حيث قام الثوار بتحرير أكثر من 7 نقاط كان النظام يسيطر عليها في دير سلمان، وبالتالي قاموا بقتل ما يزيد عن 20 عنصر من قوات النظام. وقبل قليل كانت هناك فيديوهات توثق هذه العمليات. أيضا كانت هناك عمليات مباغتة للجيش الحر، وتحديدا فصيل جيش الإسلام الذي يسيطر على منطقة تل الكردي، كان قد أعلن سيطرته على مبنى الإسكان العسكري الذي تسيطر عليه قوات النظام، وقاموا بقتل ما يزيد عن 40 عنصر من قوات النظام على الأقل. هناك عمليات عسكرية من قبل الجيش الحر في مختلف أنحاء الجبهات في الغوطة الشرقية وبعض الأحياء الدمشقية كحي جبر الدمشقي وحي القابون الدمشقي وحي تشرين أيضا. الأنباء الواردة من المناطق التي سيطرت عليها المعارضة أخيرا، أنا أعرف أنك بعيد ربما عن المناطق، لكن كيف ينظر الثوار الآن لحملة استعادة النظام لإدلب لجسر الشغور؟ عمليات مكثفة للطيران، أكثر من 50 غارة، هل يمكن بالفعل للنظام أن يستعيد هذه المناطق برأيك؟ النظام حتى هذه اللحظات هو عاجز عن استعادة هذه المناطق في إدلب وفي جسر الشغور، لم يستطع التقدم في جسر الشغور. هناك الحقيقة يعني رفع معنويات كبيرة جدا لدى فصائل المعارضة كتاب إسلامية أو جيش الحر في المناطق التي شاهدتها، يعني في الغوطة الشرقية وفي مناطق تامية علي العاصمة دمشق كحي جبر الدمشقي. ومنذ أن قام الثوار بالتقدم في إدلب وجسر الشغور بدأت عمليات مزلزلة في مناطق الريف الدمشقي في القلمون وفي الغوطة الشرقية. شكرا لك، كان معنا براء عبد الرحمن من الغوطة الشرقية عبر سكايب، شكرا جزيلا لك.